الرئيس السيسي يستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدى وصوله شرم الشيخ للمشاركة في ختام فعاليات منتدى شباب العالم. القوات البحرية تنفذ تدريبا عابرا بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدى وصوله مطار شرم الشيخ، ومن المقرر أن يشارك الرئيس البشير في ختام فعاليات منتدى شباب العالم، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تنكفئ على نفسها وتنعزل عن التطورات التي تحدث في المنطقة العربية، مضيفا أن قضايا المنطقة متشابكة وهناك صعوبة كبيرة في إيجاد مخرج لها لاستمرارها منذ وقت طويل. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر وعدد من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وذلك على هامش منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ. شارك رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ماراثون السلام بالدرجات مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وذلك قبل ساعات من اختتام فعاليات المنتدى. وخلال مشاركته في ماراثون السلام رحب رئيس السيسي بالشباب المشارك في المنتدى، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لهذا الحدث ينبع من يقين راسخ بأن الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية. الشعب المصري بتوجه لكل الشباب اللي موجود معانا وحتى لشباب العالم كله بالشكر والتقدير والمحبة. أرض سيناء اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي كانوا بيحاولوا ان هم يخلوها أرض للشر
واحنا قلنا لا يمكن ابدا تكون غير ارض السلام وارض المحبه، ودي الارض اللي تجلى الخالق العظيم عليها في شرم الشيخ وسانت كاترين هناك في جبل موسى على ارض مصر المحفوظه بامر الله سبحانه وتعالى. تحيا مصر، يحيا السلام، تحيا المحبه، يحيا الاستقرار، يحيا شباب العالم، يحيا شباب العالم. شكرا جزيلا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال جلسة كيف نبني قادة المستقبل على أن الأكاديمية الوطنية للتأهيل فرصة حقيقية لتأهيل الشباب لتولي المناصب العليا. كما شدد الرئيس خلال جلسة مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها أن الدولة تعمل على تشكيل لجنة قومية لبحث استراتيجية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. وسط أروقة قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وصل منتدى شباب العالم في نسخته الثانية فعالياته لليوم الثالث على التوالي بعقد عدة جلسات، كان من بينها جلسة حملت عنوان مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها، والتي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة ناقشت التصاعد السريع لوسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة وتغييرها لنمط الحياة وتأثيرها على العلاقات الأسرية والإنسانية. كما ألقت الجلسة الضوء على علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بالإبداع وقدرتها على إتاحة الفرص لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، وكذلك مدى استغلال الجماعات الإرهابية لهذه المواقع ودورها في نشر الكراهية والشائعات في مختلف المجتمعات وسبل المكافحة الجريمة الإلكترونية ووضع التشريعات اللازمة لحماية المستخدمين. لقد أجرينا أكثر من 300 دراسة بيان جميعها وبرهان جميعها على الأثر السيء لهذه المواقع على الإنسان. الأثر الذي أحدثته هذه الأحداث أو هذه الشبكات خلال 30 عام الماضية هو أثر كان أثرا كبيرا. بالطبع يمكنني في هذه الحلقة النقاشية أن أقول أن هناك تحديات وأن هناك أثرا سلبية للغاية، وبصفة خاصة لوجود ولكن نظرا لوجود كثير من المزايا لوسائل التواصل الاجتماعي فإنني سأتخذ موقفا مغيرا تماما. بداية حديثنا عن المخاطر والتهديدات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، عايز أشير لثلاث ملاحظات رئيسية مرتبطة بثورة المعلومات بشكل عام. أول حاجة أن ثورة المعلومات جعلت من المعلومة ثروة وسلاح، وبالتالي من يمتلكها يمتلك القوة والتأثير. ده اللي خلى القوة دلوقتي بترتبط بتحقيق هيمنة معلوماتية والقيام بضربة استباقية معلوماتية. الرئيس السيسي أجرى عدة مداخلات خلال الجلسة، دعا خلالها إلى تشكيل لجنة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها ووضع استراتيجية قادرة على تعظيم الاستفادة من هذه المواقع. احنا محتاجين في التوصية بتاعتنا للمؤتمر ان احنا نحط تشكيل لجنة قومية او مجموعة بحثية قومية تناقش الموضوع من كافة الاتجاهات ومن كافة الجوانب وتحط لنا استراتيجية للتعامل معاه، نعظم من خلالها النقاط ازاي نستفيد ما امكن من الشبكة ومن التواصل. اللي انا بقول ان اي محاولة مننا في رأيي لمجابهتها او لمنعها مش هتنجح. وأوضح الرئيس السيسي أن الدول المتقدمة هي التي تستطيع استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة على عكس الدول الأقل تقدما، داعيا إلى مواكبة هذا التطور بشكل آمن وصحيح لاستخدامها في البناء والتنمية. كل ما هنتطور ونعيد ونبني ونصيغ الشخصية الإنسانية، مش هقول الشخصية المصرية، بشكل مناسب هنستطيع أن نتعامل بتوازن مع التطور اللي بيحدث في العالم.
جلسة أخرى بعنوان كيف نبني قادة المستقبل، انضم إليها الرئيس السيسي، استعرض خلالها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، استعرض رؤية الدولة لإعداد قادة المستقبل عبر تطوير العملية التعليمية والمشروع القومي لتطوير التعليم كأحد أهم مرتكزات العملية التنموية وبناء الإنسان المصري. الجامعات الجديدة زي ما قلنا حتى على مستوى التصميم هي جامعات صديقة للبيئة وجامعات ذكية في المحتوى وذكية في ما تقدمه. احنا الغرض في النهاية دكتور طارق ان احنا نحول مصر الى وجهة تصنيع عالمية. ما عشان كده عشان ما ننساش بقى التعليم الفني، احنا بس بنفكر الناس انه الوضع الحالي اللي داخل عندنا من الإعدادية إلى المرحلة الثانوية بيحصل تنسيق بعد الإعدادية، 53% من الطلبة بيروحوا تعليم فني و47% فقط بيجوا التعليم العام، حوالي 700 ألف طالب بالمعدل الحالي بيكونوا في تعليم فني. المشكلة إنه إحنا عاوزين نقدم لهم منتج أفضل إيمانا بأن مستقبل مصر فعلا معتمد على إنتاج هذا النوع من المهارة. وخلال الجلسة أكد الرئيس السيسي أن الدولة لم تتأخر في تطوير التعليم، وإنما كانت هناك العديد من المسارات التي كان لابد من إنجازها أولا، ومنها المسار التشريعي، فضلا عن التحديات الأخرى ومن بينها زيادة السكانية وشح الموارد التي يتطلبها تطوير المنشآت التعليمية في مختلف المراحل التعليمية. إذا كان كل سنة هيبقى في زيادة عن بندفع ب 700 ألف طالب وطالبة أو طفل وطفلة إلى التعليم، طب حتى لو أنا جيت قدرت الرقم اللي بيقوله ده عشان نصل إلى كثافة 40، مش كده برضو؟ مش كده؟ طيب يعني أنا عايز 250 ألف فصل عشان أغطي احتياجات الدولة المصرية من الفصول المختلفة للتعليم المختلف. الرقم اللي اتحط فيهم 130 مليار جنيه. طب التحدي ده تحدي كبير، لكن اللي أكبر منه في تقديري هو إزاي عملية التشغيل هتتم، لأنك أنت الفصل بقى أسمنت صحيح، طب المدرس والحفاظ عليه وكفاءته هنعملها إزاي؟ أنا بقول لكم أنتوا يا مصريين قولوا لي أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ يعني إزاي؟ أحلها إزاي؟ ده إيه؟ أنا بتكلم في قطاع واحد. طب يعني انت كده خوفتنا وخضتنا، والحاجة الجميلة اللي احنا شفناها لا، التحدي لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد. وخلال الجلسة تم عرض فيلم تسجيلي استعرض عمليات تطوير الجامعات والمدن والمستشفيات الجامعية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وكذلك الإعلان عن أفضل ثلاث جامعات مصرية تنفيذا لمبادرة الرئيس السابقة باختيار أفضل الجامعة، والتي أعلنت خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس الذي عقد في يوليو الماضي بجامعة القاهرة، وذلك وفقا للعديد من معايير التقييم ومنها البنية التحتية لكل جامعة والمستوى الأكاديمي من حيث النشر العلمي والرعاية الاجتماعية والطبية والأنشطة الطلابية التي تقدمها لطلابها. التصنيف الـ World University Ranking Times Higher Education لسنة 2019، 19 جامعة مصرية دخلوا من أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم. أنا بتكلم على من ضمن 25 ألف جامعة، يعني دخول التصنيف في حد ذاته. طبعا احنا بنشتغل على ان احنا نحسن من التصنيف، لكن مقارنة ب 2018 كنا 9 جامعات، 17 8 جامعات، 16 3 جامعات. اذا كان يدل على شيء يدل ان هناك تطوير بيتم، وبيتم بشكل كبير جدا على مستوى الجامعات واهتمامها بهذا الملف. ويواصل المنتدى فعالياته خلال يومه الثالث بعقد عدة جلسات اخرى، منها جلسة حول دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، واخرى حول تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة والامن المائي في اعقاب التغير المناخي، ودور رواد الاعمال والشركات الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى جلسات اخرى تناقش موضوعات السلام والابداع والتنمية. مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في بناء المجتمعات، بناء واعداد قادة المستقبل، الأمن المائي في ضوء التغيرات المناخية، الفن ودوره في تشكيل وعي المواطنين، بعض من العناوين التي حملتها جلسات وندوات منتدى شباب العالم، حيث امتزجت رؤى هذا الشباب الذي يطمح إلى تحقيق العدالة والسلام والتنمية في كل ربوع العالم، هنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ على رشوان النيل.
ويبقى معنا علاء رشوان من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. علاء، يعني كيف تابعت نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وأهم وأبرز لقاءاته أيضا؟ نعم، أبدأ من حيث ما انتهى نشاط السيد الرئيس منذ قليل لدى استقبال سيادته للرئيس السوداني عمر حسن البشير منذ نحو الساعة. من المقرر أن يشارك السيد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في فعاليات ختام منتدى شباب العالم الذي أقيم على مدار 4 أيام في مدينة شرم الشيخ. أيضا من المقرر أيضا أن يشهد السيد الرئيس هذا الحفل الختامي ويسبقه بجلسة لإعلان التوصيات التي تمخضت عن انعقاد فعاليات وندوات وورش عمل هذا المنتدى التي استمرت ل4 أيام فيما يتعلق بأكثر من 30 جلسة وندوة ورشة عمل. من المقرر أن يتلو السيد الرئيس عدة توصيات خرجت عن هذا المنتدى لتضاف إلى قائمة أخرى من التوصيات التي سبقت وأن صدرت عن منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، ويجري الإعداد لتنفيذ هذه التوصيات وتحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع. السيد الرئيس استبق استقبال الرئيس السوداني بعقد جلسة موسعة مع عدد من رؤساء تحرير بعض الصحف والوكالات الأجنبية وأيضا مراسلي بعض القنوات المحلية والعربية وأيضا العالمية. جلسة استمرت لما يقرب من الساعتين، تعرض خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جملة من القضايا والملفات الهامة والشائكة التي تتعلق في الأساس بحالة السلم والأمن في المنطقة العربية، الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ملفات الحريات وحقوق الإنسان، وأيضا الأزمة في السعودية التي تخلفت عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتداعيات هذه الأزمة. وجهة نظر القيادة المصرية حيال الكثير من ملفات الأمن العربي والخليجي، الرؤية المصرية الثابتة حيال القضية الفلسطينية، وعدد آخر من الملفات ربما يلقي عليها مزيد من الضوء الأستاذ الصحفي والكاتب الصحفي محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع. برحب بسيادتك يا فندم. أهلا بك محمود. سؤالي الأول، كيف ترى هذه الجلسة وأهمية هذه الجلسة في تواصل مباشر مع الوكالات العالمية والقنوات العالمية التي تابعت فعاليات هذا المنتدى، وأهم وأبرز التصريحات التي لفتت انتباه سيادتك عن تصريحات السيد الرئيس في هذه الجلسة؟ بداية من الأشياء الأساسية اللي احنا شاهدناها النهاردة في اللقاء اللي استمر مع عدد من المراسلين الأجانب ورؤساء تحرير الصحف المصرية واللي استمر زهاء ساعتين كاملتين، كان هناك اهتمام اولا الا يتحدث الرئيس في البدايه وان يترك للمراسلين والصحفيين الحديث والتعبير عما يريدون وطرح القضايا المختلفه بحيث السيد الرئيس يجيب عنها. القضايا العديده تنوعت ما بين قضايا داخليه وقضايا خارجيه. قضيه الارهاب جاءت على راس القضايا اللي كانت محل اهتمام الرئيس، حدث فيها وتحدث عن الشوط الكبير اللي قطعناه في محاربه الارهاب والتأثير عليه بشكل مباشر. ويمكن أنا لما وقفت طرحت سؤال على السيد الرئيس حوالين أن احنا بنحارب إرهابيين، لكن الإرهاب ما زال يحتاج تضافر كل جهود المجتمع من تعليم، من إعلام، من مفكرين، من كنيسة، من مسجد، من ثقافة. كان الرئيس واضح في كلامه أنه دي كلها أشياء مهمة جدا. في نعتذر عن هذا العطل الفني من المصدر ونستكمل معكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة، حيث نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لدعم مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ إذا سيناريو واقعي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوي بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات الغير نمطية، وكذلك تدريب على مجابهة الأنشطة السريعة المعادية. Yeah.
والمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء بحري أركان حرب متقاعد حسين الهرميل. سيادة اللواء بعد التحية، في رأيك أهمية هذه المناورات المشتركة لدعم مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الصديقة؟ طبعا أنا برحب بحضرتك والسادة المستمعين. إحنا بالنسبة للتدريبات المشتركة دي بتبين مدى الجاهزية لوحداتنا ذات التكنولوجيا، أنا بتكلم على الوحدات القوات البحرية والوحدات الأخرى أيضا من القوات المسلحة، مدى جاهزية جميع الوحدات ومدى جاهزية القادة على التخطيط والتنفيذ وتأمين مياهنا الإقليمية وتأمين مياهنا الاقتصادية، وده بيبقى جزء من الأمن القومي، ومدى اعتناء جميع السادة القادة والضباط وصف الضباط والمدنيين في قواتنا المسلحة وقواتنا البحرية بصفة خاصة بأعمال الصيانة للمعدات ذات التكنولوجيا التي انضمت حديثا وتم تجديد القوات البحرية بأحدث وحدات في العالم وذات مستوى تكنولوجيا عالي جدا، وبالتالي تشتركها ويثبت مدى جاهزيتها وقوة القوات البحرية في تواجدها ومدى استقرارها مع العصر من تكنولوجيا حديثة وتكنولوجيا مميزة، بالتالي بيبين أداء ومستوى جميع الضباط والصف الضباط، وخاصة في أثناء تنفيذ التدريبات المشتركة اللي بتثبت إزاي إحنا بنتدرب مع جميع الدول المختلفة، وحضراتكم شايفين أعلام دول مختلفة كتيرة بتشترك معانا بصفة مستمرة كذا مرة في السنة، مش مرة أو مرتين، لا دي كذا مرة، فبالتالي بتبين مدى إصرار القيادة العامة للقوات المسلحة من الاهتمام بالمستوى والكفاءة والجاهزية وتطوير التدريب وصقل القادة بما يحقق أعلى كفاءة وأعلى ميزة لعناصر قواتنا المسلحة وبصفة خاصة قواتنا البحرية، وبنحافظ على المياه الاقتصادية والمياه الإقليمية، وأيضا بنحافظ على ممر شريان رئيسي في العالم قناة السويس، وده ضد أي حد يفكر إن هو حاول يستغل أو يستخدم البحر اللي احنا أساسا بنسيطر عليه ضد جمهورية مصر العربية زي الإرهاب اللي هو ظهر في الفترة الأخيرة، وده طبعا يفكر ألف مرة بعد ما بيشوف مستوى الأداء ومستوى الجاهزية. تمام، بشكر سيادتك جزيل الشكر اللواء بحري أركان حرب متقاعد حسين الهرميل، شكرا جزيلا لك. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد القوات المشاركة في تدريبات درع العرب واحد والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن بمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية. ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لقوات الدول العربية المشاركة، مشيرا إلى أنه من أهم التدريبات العربية بالمنطقة التي تسهم في دعم أواصر التعاون العسكري في ظل التحديات المشتركة التي تهدد الأمة العربية. وشدد رئيس الأركان على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، مشيدا بالأداء المتميز ومدى التنسيق والتعاون بين مختلف القوات لتنفيذ كافة الأنشطة بدقة وكفاءة عالية. أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه عدد من النقاط العسكرية المرابطة لحماية القرى الآمنة بريف حماه الشمالية. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن وحدة من الجيش المتمركزة في محيط قرية شايلوت بمنطقة محردة تمكنت من رصد محاولة تسلل جماعة إرهابية جنوب قرية الزكاة بريف الشمالي باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة لمهاجمتها، حيث تعاملت معها بالأسلحة المناسبة وردت عليها بعد إيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.
بحثت الحكومة اليمنية إجراءات متعلقة بالموازنة العامة للدولة وتحسين وضع العملة اليمنية المتدهورة، وأقرت حزمة من القرارات في الوقت الذي يهدد شبح المجاعة ملايين السكان. ميدانيا حققت قوات الجيش اليمني تقدما عسكريا في مدينة الحديدة، حيث طوقتها القوات من الجهات الجنوبية والغربية والشرقية وباتت على مشارف الميناء ولم يعد يفصلها عنه سوى 5 كيلومترات. موقع تلو الآخر تقصره الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة على وقع العملية العسكرية الشاملة التي تشنها قوات الجيش الوطني منذ عدة أيام للسيطرة على المدينة. القوات اليمنية طوقت المدينة من الجهات الجنوبية والغربية والشرقية، ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالي للفرار، وأصبحت على مشارف الميناء ولم يعد يفصلها عنه سوى 5 كيلومترات. يأتي ذلك في حين أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر شرق الحديدة وطردها الميليشيات من المنطقة. في غضون ذلك تمكنت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية والقرى في مديرية حرض شمال محافظة حجة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة إلى جانب خسائر أخرى من المعدات القتالية، في حين وقع عدد من عناصرهم أسرى لدى قوات الجيش. كما استكملت قوات الجيش اليمني تحرير مثلث عاهم الاستراتيجي، وسيطرت على الطريق الرابط بين المثلث ومديرية حرض خلال معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. وفي إطار العملية العسكرية التي انطلقت من 3 محاور لتحرير مديريات محافظة الضالع، أحرزت القوات تقدما جديدا في جبهة مرياس ودمت غرب المحافظة وسط تقهقر كبير للميليشيات وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد، كما تمكنت من تحرير عدة جبال استراتيجية بالمحافظة. أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعديلا وزريا يهدف بحسب قوله إلى وضع حد للأزمة السياسية الراهنة، وبموجب هذا التعديل يدخل 13 وزيرا جديدا إلى الحكومة، في حين يبقى وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم. من جانبها أعلنت الرئاسة التونسية أنها غير موافقة على هذا التعديل، في مؤشر على الانقسام العميق في الطبقة السياسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في عام 2019. عودة من جديد للزميل علاء رشوان متابعا لفعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ. إليك علاء. نعم، لازلنا في متابعة متواصلة مع فعاليات اليوم الأخير من أيام انعقاد منتدى شباب العالم الذي أقيم على مدار 4 أيام سابقة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. برحب بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا بك وبكل السادة المشاهدين. مسائل هذا المنتدى منذ انطلاق فعالياته وحتى الختام وفي انتظار استماع توصيات التي خرجت عن فعاليات هذا المنتدى، كيف تقرأ أهم وأبرز رسائل هذا المنتدى؟ في الحقيقة الدورة الثانية للمنتدى الشباب العالمي جاء يحمل العديد من الرسائل المهمة، وتحول من فكرة الحوار بين الشباب لفكرة أنه منصة تتحدث فيها مصر إلى العالم. حالة تفاعل شديدة جدا ما بين الشباب العالم من 165 دولة. أهم هذه الرسائل جاءت على لسان السيد الرئيس في العديد من الجلسات التي حضرها وعقب عليها، في مقدمتها التأكيد على فكرة بناء الدولة الوطنية، وكان الكلام واضحا جدا، وحذر الرئيس من فكرة الانتحار القومي. 1. 2، حذر من فكرة العودة إلى الفوضى واللجوء إلى الحشد، خوفا من تكرار المشاهد التي عاشتها المنطقة العربية خلال ما يسمى بالربيع العربي وحتى هذه اللحظة، حتى لا يحدث التخريب والدمار ويكون الثمن عالي جدا. أيضا
سيادة الرئيس بعث بالعديد من الملفات المتعلقة بإفريقيا، خاصة أن مصر ستترأس في 2019 الاتحاد الإفريقي، وهنا أكد سيادة الرئيس على ضرورة الدعم الذي تقوم به مصر والدور المحوري الذي تلعبه مصر في إفريقيا، وأشاد بفكرة إنشاء مدينة شباب إفريقيا ويعني لتحقيق خطة 2063. وهنا نستطيع التأكيد على أنه مصر في الفترة المقبلة ستولي اهتماما لتأكيد العلاقة العميقة في إفريقيا، خاصة أنه إفريقيا القارة الإفريقية تمثل أحد أهم الدوائر السياسية بالنسبة لمصر. أيضا فيما يتعلق بملف الإعلام، كان السيد الرئيس في جلسته اليوم قال كلاما واضحا وحاسما وقاطعا فيما يتعلق ضرورة الدقة، تحري الدقة في التعامل مع الإعلام والاعتماد على المهنية والتواصل، وأن الحرية مفتوحة إلى أقصى مدى طالما أنها تعتمد على المسؤولية. أيضا من أهم الرسائل التي حملها المنتدى على أرض السلام مدينة شرم الشيخ هو أن الشباب الذي من مختلف الجنسيات، من مختلف اللغات، من مختلف البلدان، من الممكن أن توحده مقطوعة موسيقية، فن، ثقافة. لم ينجح الإرهاب في تفرقة هؤلاء الشباب. أيضا نستطيع التأكيد على أنه كل هذه الأوطان في المنطقة والتحديات يصنعها هؤلاء الشباب الذين يشاركون في المؤتمر. جمال، إعمالا بالمبدأ الذي يعني أو المصطلح الإنجليزي المعروف The day after، يعني اليوم التالي لختام هذا المنتدى، كيف ترى إمكانية تحقيق التوصيات التي من المقرر أن تخرج عن هذا المنتدى والتي من المقرر أن نشهدها جميعا بعد أقل من ساعة من الآن؟ كيف يمكن تحقيق هذه التوصيات، ليس فقط انعقاد المنتدى والفعاليات وإنما تحقيق التوصيات على أرض الواقع؟ كيف تتصور بإمكاننا تحقيق هذه التوصيات وتحقيقها على أرض الواقع؟ لدي يقين وثقة كاملة بأن أغلب ونسبة كبيرة جدا من هذه التوصيات ستلقى تحقيق على أرض الواقع. الذي صنع المنتدى يستطيع تنفيذ توصيات هذا المنتدى. إقامة هذا المنتدى بهذا الشكل الناجح في هذا المكان وتأمينه وهذا الحشد من مختلف العالم يؤكد أن 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 مؤسسات الدولة عادت بكل قوة. لدينا جميع مؤسسات الدولة مسؤولين لديهم القدرة، متخصصين في مختلف المجالات، لديهم القدرة على تنفيذ هذه التوصيات، لا سيما أن هذه التوصيات جاءت متناسبة ومتوافقة مع ما يدور في فكر القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي والكاتب الصحفي، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك يا فندم. أمل، لازلنا في متابعة متواصلة ومباشرة من فعاليات وأروقة انعقاد اليوم الأخير واليوم الختامي لفعاليات منتدى شباب العالم هنا المقام في شرم الشيخ. ربما كما يظهر في الصورة من خلفي يتوافد الشباب والمشاركون في فعاليات الجلسة الأخيرة على أبواب القاعات يعني اتخاذ أماكنهم انتظارا لانعقاد هذه الجلسة التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 6 والتي سوف يشهدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس السوداني عمر حسن البشير وعدد كبير من الساسة وممثلي الحكومات والدول، وأيضا لا يقل عن 4,000 أو 5,000 شاب شاركوا في فعاليات هذا المنتدى طوال 4 أيام سابقة. تتواصل المتابعة عبر شاشة النيل، ولكن من نقطة أخرى من نقاط التغطية مع الزميل رمضان المطعني. شكرا لزميلي علاء وشكرا لضيفك الكريم. بالفعل كما ذكر زميلي علاء، يعني ما زالت الوفود المشاركة تأتي للمشاركة في اليوم الأخير والتوصيات بحضور العديد من المسؤولين والرؤساء. يعني المنتدى حرص على التنويع ما بين أطياف الجنسيات والشباب وكذلك اختيار المنظمات التي تحضر هذا المنتدى في نسخته الثانية. العمل التطوعي أيضا كان له باع كثير، وكثير من المنظمات حضرت المنتدى وشاركت والتقت مع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الخبرات والثقافات.
في هذا الموضوع ستكون ضيفتي سارة خدام من الغرفة الفتية الدولية. برحب بك يا سارة. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك سارة. فكرة اشتراكك في منتدى الشباب كان ده هيضيف ايه للمنظمة بتاعتك اللي هي التي لا تهدف للربح وانما لمساعدة وتنمية الشباب؟ الغرفة الفتية الدولية هي منظمة تطوعية غير ربحية وغير حكومية، هي لتطوير قدرات الشباب من عمر 18 حتى عمر 40 سنة، لذلك هي للشباب من أجل أن يكونوا قادة وأشخاص فاعلين في مجتمعاتهم. لذلك جميع المحاور الموجودة هنا في هذه في هذا المنتدى هو يرتبط بما تسعى إليه هذه المنظمة، هي غرفة الفتية الدولية. منهم دور القادة في بناء وحفظ السلام، وكذلك كيف نبني القادة، وكذلك التطوع نحو المسؤولية. لو أتحت لك الفرصة في الحديث للجلسة اللي انت حضرتيها وكانت مهمة جدا، وهي الحرص ان قادة العالم يحرصوا على السلام واستدامة السلام، ايه الكلمة اللي كنت تريدين أن تلقيها؟ هلا في البداية أريد أن أتحدث عن السلام، وكذلك خصوصا توحيد المصطلحات والمفاهيم. عندما نسمع بكلمة السلام تعني لنا دائما أنها نقيض الحرب، ولكن السلام هو ليس نقيض الحرب. كثير من المجتمعات التي لا يوجد فيها حرب لا يوجد فيها صفة السلام، ممكن أن تعاني من شح مادي ومن فقر اقتصادي ومن تفكك اجتماعي، لذلك لا يوجد فيها سلام. ممكن أن يكون الإنسان بلا هدف أو بلا عمل، لذلك هو لا يشعر بالسلام الداخلي، لذلك لا يستطيع أن ينقل السلام لأقرانه. فلذلك تعريف السلام يجب أن نوحد المفاهيم والمصطلحات لكل التعاريف الموجودة. هذه بداية. أما عن القائد فالطرق الأمثل لأن يكون القائد على دراية بما يريد الشعب هو الوعي، وأن يتمتع بالذكاء العاطفي ضمن المنظمة التي يعمل بها. لو تحدثنا يعني ما تعرضت له سوريا، وأنت من سوريا يا سارة، مرت بمحنة كبيرة ولكن استقرت الأمور الآن، كيف كان هو عمل المنظمة في ظل الحرب السورية ضد الإرهاب؟ من خلال القادة الموجودين ضمن هذه المنظمة وتوعيتهم لنا واستطاعوا أن يقودونا على الطريق الأمثل، لذلك نحن نستطيع من خلال خطوة واحدة ومن خلال أن نمسك بحجرة واحدة أن نبقى على الطريق الصحيح من أجل أن نكمل وأن ننهض بهذه البلاد. كمان يا سارة يعني حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة اللي انت كنت موجودة فيها والحرص على البدء بمنتدى شباب العالم بمحور السلام، كيف ترين مشاركة الشباب من مختلف الجنسيات في العالم خصوصا الشباب المصري؟ كيف ترى توجه الدولة ليس مع الشباب المصري فقط بل مع العالم كله نحو تمكين الشباب وتصدرهم للمشهد؟ وجود القائد في المكان نفسه الذي يتواجد فيه الشباب يعزز قوة الشباب ويعزز ثقتهم بأن يكملوا في الطريق. لذلك يستطيعون أن يمشوا على نفس الطريق الذي يدلهم عليه هذا القائد. أما بالنسبة للسلام ومسألة عن السلام فمجرد أن اجتماع الجموع 5000 شخص من جميع الجنسيات هذا دليل على أننا نحن نمشي تحت مسمى الإنسانية والسلام. المحاور الأخرى برضو لو أنت متابعة وملمة للشباب للمنتدى بتتحدث عن الإبداع والتطوير، شايفة إزاي ده بيخدم المنظمة كمان عندك ومشاركتك مع مختلف الجنسيات اللي موجودة؟ طبعا من خلال مشاركتي مع جميع الجنسيات من خلال تبادل الخبرات نستطيع أن أعود إلى سوريا وأنا محملة كثيرا بكثير من الأفكار، كثير من المشاريع التي ممكن طرحها على المنظمة والقيام بها لو حتى بفكرة معينة فقط نستطيع أن نخدم فيها سوريا. أشكرك سارة خدام من سوريا من الغرفة الفتية الدولية، وتغطيتنا ما زالت مستمرة معكم في اليوم الأخير من ختام منتدى شباب العالم. ولكن قبل الختام ننتقل إلى نقطة أخرى مع الزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لك رمضان وبرحم بكم يعني في القاعة خلفي هنا زي ما احنا شايفين هناك عدد كبير من الشباب اللي يحضروا ان شاء الله اولا التوصيات التي سيخرج بها منتدى شباب العالم ثم حفل الختام. على الاقل التوصيات اللي احنا عرفناها حتى هذه اللحظة هو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الافتتاح الناشطة اليزيدية نادية مراد والتي حصلت على جائزة نوبل وحضرت منتدى شباب العالم في نسخته الأولى. وعدها بأن يتم من ضمن توصيات المنتدى هذا العام أن يتم مخاطبة كافة دول العالم لاعتماد داعش كمنظمة إرهابية وأيضا المنظمات الأخرى. هناك أيضا توصية أخرى خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والرئيس أوصى بتشكيل لجنة
قومية للاستفادة القصوى من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن خلينا نشوف المنتدى في نسخته الثانية والذي ساعات قليلة ويصدر الستار على هذه النسخة من منتدى شباب العالم، نشوفه بعيون الضيوف اللي جم من مختلف دول العالم. معي الآن وبرحب بالسيدة النائبة ابتسام عزاوي وهي نائبة في البرلمان المغربي. أهلا بحضرتك. أهلا بك، شكرا. شايفة زي كيف تناول المنتدى في نسخته الثانية القضايا المتعلقة بالمرأة العربية وبالمرأة على مستوى دول العالم؟ هو مصر أبدعت في تنظيم هذا اللقاء، هذا المؤتمر الشبابي العالمي، يحضر شباب العالم، شابات وشباب العالم من أجل التحدث، من أجل مناقشة قضايا ذات الاهتمام المشترك، قضايا تتعلق بالإرهاب، بالهجرة، بالسلم، التحديات الاقتصادية، ما ينتظرنا كشباب وشابات. بلداننا العربية والإفريقية تزخر بطاقات شابة هائلة، يجب النظر إليها كحلول وليس كمشكل. حضرت قضايا المرأة أيضا بين القضايا التي تم مناقشتها في المنتدى، وتم يعني التحدث بعمق في عدد من القضايا التي تهمنا، والأساس هو فتح جسور تواصل، فتح جسور تعاون بيننا وتبادل الخبرات كنساء من مختلف البلدان. كما اشتغلنا داخل نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية من أجل الخروج بتوصيات مهمة، توصيات سيتم رفعها إلى الاتحاد الإفريقي، إلى جامعة الدول العربية، إلى عدد من الهيئات والحكومات من أجل تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. كتجربة شخصية لحضرتك سيادة النائب، كيف لمست مثل هذا التواصل مع الثقافات المختلفة؟ هي أولا تجربة إنسانية رائعة، نلتقي بشباب وشابات من مختلف الحضارات، التقينا بشخصيات وازنة، كان هنالك نقاشات عميقة، هي فرصة من أجل التواصل، من أجل خلق علاقات جديدة، من أجل التفكير في مبادرات أخرى أيضا، ومن أجل التأكيد على ضرورة التعاون والتضامن. فلا مستقبل بمجهودات فردية، لا مستقبل في التفرقة، المستقبل في العمل التشاركي، العمل المشترك. تمام سيادة النائب، خلينا نشوف صوت آخر من ليبيا، ويمكن هو اللكنة بتاعته هتلاقي اللكنة بتاعته مصرية، هو درس هنا 3 سنين في مصر وبيهتز بالزي الليبي وبالعلم الليبي. ممكن نعرف الناس عليك الأول؟ علي عطية، طالب جامعي ليبي، أحد الحضور، وإني تشرفت كذلك وأولها في الكاميرا قناة النيل، تشرفت جدا أني أكون أحد الحضور في هذا المنتدى اللي كان صراحة رائع جدا كتنظيما كفعاليات وكأنشطة وعلى مستوى جميع الدوائر التي يمكن نتحدث عنها. ويسرني في هذه المناسبة أن أشكر القيادة المصرية على توجيه هذه الدعوة لمختلف هؤلاء الشباب الذين كانوا صراحة في الموعد، الشباب المصري كان في الموعد. لا يفوتني أيضا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الذي وفر للشباب ساحة أو منصة، وكان منصة لهم لإبداء آرائهم والتناقش في مختلف القضايا التي تهم العالم اليوم، قضايا كانت مهمة جدا، صناعة السلام، الإبداع، وتكوين المستقبل. فنحب نشكر الرئاسة والمنظمين أو القائمين على هذا المنتدى. علي، كيف لمست تعامل قادة العالم؟ يعني كان هنا في هذه القاعة القريبة مننا كان المتحدث المندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكان هناك أكثر من طرف دولي تحدثوا، كيف لمست تعامل المنتدى مع الشأن الليبي والقضايا الليبية؟ في البداية أنوه أنه من الرائع جدا أن نرى شخصيات ذات وزن وثقل عالمي مثل السيد غسان سلامة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثل الشباب في الأمم المتحدة هنا في مثل هذا المنتدى، يتحدثون وجها لوجه وبصورة مباشرة إلى الشباب، يسمعون منهم. صراحة نحن في ليبيا كما تعلمون نعاني بعض المشاكل مع الإرهاب وبعض المشاكل الأمنية، وهذا المنتدى كان أحد محاوره صناعة السلام، فرأينا الكثير والكثير من الحلقات والنقاشات التي تبحث في هذا الموضوع عن كيفية حل هذا الموضوع. وأنا كليبي شخصيا أرى أني استفدت كثيرا من تجربة دولة كمصر في مكافحة الإرهاب وفي صناعة السلام، وصراحة كانت تجربة رائعة جدا، ناقشنا فيها مختلف القضايا واستمعنا فيها إلى حلول ومناقشة للقضايا بشكل واسع، واستفدنا من التجربة المصرية والتجربة العالمية لذلك. شكرا لك علي، ونروح نرجع مرة تانية للمغرب أتعرف عليك. شكرا جزيلا. حاتم أزناق، مدير الحملة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالمملكة المغربية. قول لي النهاردة عزيزي، إيه التوصية اللي أنت تتمنى تلاقيها في ختام أعمال منتدى شباب العالم في نسختها الثانية؟
فقط قبل الحديث عن توصية يجب أن يعي العالم اليوم مرجعية منتدى شباب العالم. فهناك حدث قبل منتدى العالم وهو حدث أساسي الذي وهو إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية الشباب 2030 في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهذه المرجعية مصر اليوم تؤكد على أن هذه المحطة هي محطة ثانية بعد هذا الإجراء من طرف الأمم المتحدة. إذن مصر تثبت للعالم أنها قادرة على استضافة من 4 أقطاب العالم مختلف الجنسيات الشباب، قادرة على استعراض الآليات وكذلك البرامج التي يقدمها الشباب كممثلين عن بلدانهم فيما يتعلق بالسلم والأمن والتنمية المستدامة. لذلك فجميع التوصيات التي ستكون صادرة عن منتدى شباب العالم ستكون تتعلق بكيفية التأمين وكيفية ضمان السلم والاستقرار. فضمان السلم والاستقرار لا يمكن أن لا يكون إلا عن طريق التنمية، التنمية المستدامة. برنامج مصر 2030 أو رؤية مصر 2030، كذلك استراتيجية الوطنية للمملكة المغربية 2030، كل هذه المشاريع أو هذه الاستراتيجيات هي 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 حلقة أساسية من أجل يعني تحقيق السلم والأمن. فالتوصيات ستكون بمخرجاتها تتعلق بتوثيق العلاقات ما بين الدول العربية والإفريقية، محاربة الإرهاب هذا شيء ضروري، وكذلك التصدي والردع له بكافة الأنواع خصوصا فيما يتعلق بالتعاون الأمني ما بين الدول، وما يتعلق كذلك بأجندة التنمية 2063 لإفريقيا والتي مصر هي ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي السنة المقبلة، وهو الشيء الذي سيجعل مصر تحت الأعين. وصراحة هي مصر نجحت في استضافة هذا الحدث. يعني زي ما احنا شايفين أزياء مختلفة وأفكار مختلفة، يمكن هذه الأزياء ربما تعبر عن تنوع ثقافي، تنوع حضاري، تنوع في الفكر موجود هنا في منتدى شباب العالم. ويمكن دي الفكرة الأساسية اللي طلع الهدف من اللي طلع المنتدى من خلالها واللي بيأكد عليها المنتدى في نسخته الثانية. أعود مرة أخرى لاستوديوهاتنا في القاهرة، وبالتأكيد مستمرين معكم في متابعة فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية. شكرا جزيلا محمد عبد الله على هذه المتابعة. فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية لمنتصف الولاية، والتي تشكل اختبارا لأداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستكون حاسمة لولايته. في حال خسر الجمهوريون غالبيتهم في الكونغرس الأمريكي فإن برنامج الرئيس سيتأثر بشكل كبير، حيث يعتبر مراقبون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على حكم الرئيس دونالد ترامب بعد 2 عامين من توليه السلطة في البلاد. انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي هي الأولى في الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب قبل 2 عامين، وتحدد أي من الحزبين الكبيرين الجمهوري والديمقراطي الذي سيستحوذ على الكونغرس الأمريكي بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب. الكونغرس الأمريكي يضم مجلسين، الأول هو مجلس النواب ويتكون من 435 عضوا يجري انتخابهم كل 2 عامين ويمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات الأمريكية، ومجلس الشيوخ الذي يتكون من 100 عضو حيث ينص الدستور على تمثيل متساو لكل الولايات فيه بمعدل نائبين 2 لكل ولاية من الولايات الأمريكية 50 بغض النظر عن عدد سكانها. كل مرشح لعضوية مجلس النواب يشترط أن يكون مواطنا أمريكيا منذ 7 سنوات على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مقيما في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويلتزم بألا يمارس أي وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش أثناء عضويته في مجلس النواب. من صلاحيات مجلس النواب الأمريكي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية وإقرار معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية، له سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، كما يوكل لعضو مجلس النواب اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة أكثرية، وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتا واحدا.
بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكي وهو الغرفة الأعلى في الكونغرس الأمريكي، فإن عضوية نائب المجلس تستمر لمدة 6 سنوات على أن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل عامين عن طريق الاقتراع العام المباشر من الناخبين الأمريكيين. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي ألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات على الأقل، وأن يكون وقت الانتخابات من سكان الولاية التي يسعى إلى تمثيلها في مجلس الشيوخ. يملك مجلس الشيوخ صلاحيات عدة لا يملكها مجلس النواب، من بينها الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل توقيع رئيس البلاد عليها، وصلاحية إعلان الحرب، وكذلك المصادقة على التعيينات في عدة مناصب عليا ككبار موظفين وقضاة المحكمة العليا وبعض المناصب العسكرية المهمة والسفراء. من المقرر انتخاب 36 من حكام الولايات بالإضافة إلى 3 من حكام الأقاليم الأمريكية. ومن أهم القضايا التي تدور في أذهان الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2018 قضايا الرعاية الصحية والهجرة وإنعاش الاقتصاد الأمريكي. بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تبدأ أول جلسات الكونغرس منتصف نوفمبر الجاري، حيث تنتظر نواب الكونغرس قضايا مهمة وتحديات كبرى، أهمها المواجهة حول تمويل مشروع الجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب على أن يعقد الكونغرس الجديد جلساته اعتبارا من 3 يناير من عام 2019. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر إعادة فرض العقوبات الأمريكية بأنها خطوة يائسة، وقال إن العقوبات تستهدف الإيرانيين العاديين، وتتضمن قائمة العقوبات الولايات المتحدة التي وصفت بأنها الأكبر على الإطلاق والتي تستهدف إيران ناقلة النفط سانشي والتي غرقت بالفعل في يناير بعد أسبوع من احتراقها قبالة سواحل الصين، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وهم 32 شخصا. وتشمل القائمة أيضا بنك تات الذي تم حله في عام 2012 بسبب غياب الشفافية واتهامات مالية. ونعود من جديد إلى زميل رمضان المطعاني ومتابعة لفعاليات أو ختام فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ. إليك رمضان. نعم أمل، يمكن قبل قليل من بداية الجلسة الختامية وحضور العديد من الوفود، يمكن معنا أحد أهم الوفود المتواجدة في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، ضيفتي الإعلامية زين العابدين. لينا زين العابدين، برحب بك. أهلا ومرحب بك، وأهلا بكل المشاهد الكريم على قناة النيل للأخبار. الوفد السوداني ومتابعته لمنتدى شباب العالم وجلساته، كلميني عن الجلسات اللي حضرتيها وكان انطباعاتك عنها. حقيقة أولا المنتدى هو قدم جلسات فعالية مهمة جدا جدا، وجلسات تفاكرية يعني غاية في الروعة بالنسبة للشباب، لكن أنا حضرت عدد من الجلسات باعتبار أنه في عدد من الجلسات الأخرى هي مغلقة، لكن جلسات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام بالعالم الإلكتروني الحديث اللي أصبح هو ثورة في مجال الإعلام، وحضرت برضو عن القادة الشباب، وكان عندنا سودانية متحدثة في جلسة القمة الإفريقية، وتابعنا عدد من الفعاليات المهمة جدا والنشاطات الجميلة المنظمة من قبل منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 شرم الشيخ. كمان يمكن المحاور الهامة اللي كانت موجودة في المؤتمر وهو أجندة أفريقيا 2063، وكان في محاكاة للقمة الإفريقية، إلى أي مدى أهمية هذه الجلسة و ما تنتجه من توصيات لتحسن الشؤون في القارة الإفريقية وإدراك الشباب لأهمية الهوية ومحاربة الإرهاب كما كان موجودة في الجلسة؟ جلسة محاكاة القمة الإفريقية كانت مغلقة، لكن فعليا كان في عدد من الشباب القادة والشباب المتحدثين، كل شاب يمثل بلده. كان عندنا زميلتنا ميساء
تحدثت عن محاكاة القمة الإفريقية، وفعليا كانت جلسة مهمة جدا وغاية في الروعة، لأنه المنتدى أساسه الترابط التمازج باختلاف الثقافات والبلدان حول العالم. فبالتالي إفريقيا قارة مهمة جدا، والقارة السمراء اللي كلنا احنا فخورين جدا انه احنا منها. فبالتالي محاكاة القمة الإفريقية والمنتديات الإفريقية دائما هي مهمة، لأنها بتزيد من الترابط والتواصل الإفريقي بين كل الشعوب الإفريقية والعربية والعالم أجمع. كان حضور وفد كبير من السودان، وفد إعلامي، وحضور الرئيس البشير اليوم كمان، شفتي ده ازاي العلاقات المصرية السودانية و تمكين الشباب كمان، كان مصري السوداني باختلاف الجنسيات والثقافات؟ بلا شك العلاقات المصرية السودانية علاقات جميلة جدا، علاقات تنم عن محبة وعن جيرة وعن مكان واحد ورافد واحد وهو النيل. فبالتالي اهتمام السودان بمصر، اهتمام مصر بالسودان، كان نتاجه في انه يكون في حضور كبير جدا. عدد من الشباب سجلوا بنفس الصورة الفعلية من خلال الموقع، والحمد لله تم قبول عدد كبير جدا من شباب السودان لمنتدى شباب العالم 2018، وحضور الرئيس فخر كبير جدا لنا. وده برضو يدل بدل علينا العلاقات بين مصر والسودان هي علاقات مستقرة وعلاقات جميلة بسبب حضور الرئيس فعليا للمشاركة في ختام فعاليات المنتدى والتوصيات. السؤال الأخير لينا، لو اتكلمنا عن تمكين الشباب، شايف ازاي تمكين الشباب بوجودهم مع الرؤساء والقادة اللي موجودين على مدار فعاليات المنتدى؟ الشباب محتاجين او يحتاجون فعليا الى فرص حتى يستطيعوا الإبداع، حتى يستطيعوا أن يقدموا كل ما هو جميل. منتدى شباب العالم 2018 هو فرصة وبوابة للانفتاح، للخروج للعالم بأفكار شبابية وعقول نيرة قادرة على قيادة كل المجتمعات وكل البلدان العربية والإفريقية والعالمية. فبالتالي وجودهم، ترابطهم باختلاف عاداتهم، مرة ثانية بقول لك هي دي بوابة ومنفذ كبير جدا جدا، وأنا بعتقد أنه دي بوتقة ثقافية جميلة وغاية في الروعة. أشكرك الإعلامية لينا زين العابدين، شكرا جزيلا. يعني كما تابعنا مشاركة الوفد السوداني في فعاليات منتدى شباب العالم، تغطيتنا ما زالت مستمرة معكم، وإلى الزملاء بالاستوديو. الشكر رمضان المطعني، متابعة لفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. والآن مشاهدينا الكرام، ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير لدى وصوله شرم الشيخ للمشاركة في ختام فعاليات منتدى شباب العالم. القوات البحرية تنفذ تدريبا عابرا بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء جديد.